السعودية رهف القحطاني تهدد بالنووي للقضاء على الرجال في طاش العودة. إليكم التفاصيل. ظهرت في حلقة اليوم من طاش العودة مشهورة سناب رهف القحطاني المعروفة بوزنكها، وهي تهدد بالمحزم المليان النووي لمحاربة الرجال. وفي المشهد التمثيلي ظهرت سيدة وهي تحمل حقيبة سوداء في يدها، وتم تعريفها بأنها عالمة نووية وناشطة في محاربة الذكور، ودعت للقضاء على الرجال. هذا ووقفت رهف القحطاني في دور علوي وهتفت مستقلات مستقلات، بينما رددت السيدات المتواجدات في المكان نفس الهتاف. أما في المشهد الثاني فظهرت السيدات يحملن أسلحة رشاشة، وتم تقسيم الطريق إلى مخرجين، واحد للرجال آخر للنساء. كما ظهرت رهف القحطاني وهي تقود تنظيم نسائي للسيطرة على الرجال، وحولها عدد كبير من السيدات يحملن أسلحة رشاشة. وقالت رهف: نعلن نحن التنظيم النسائي أنه بحوزتنا أسلحة دمار شامل، وطورنا مفاعلا نوويا قادر على مسح الجزء الذكري من على الوجود، ونأمر جميع الرجال في المدينة بالخروج منها خلال 24 ساعة. وتابعت: سنرد على أي مساعدات خارجية، ولن نسمح لأحد بالوقوف معهم أو مساعدتهم ولا العزاء عليهم. الموت للرجال، واللعنة على الذكور، والنصر للنساء. وفي أحد المشاهد ظهر الفنان ناصر القصبي وبجواره الفنان عبد الله سدحان، وقال الأول: يا ولد إيش قاعد يصير؟ ليرد عليه سدحان: الحريم تمردوا.